اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الفقره دي هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن رياضه مختلفه حبتين. هو احنا اي نعم هنتكلم فيها عن كره القدم، بس كره قدم بتستخدم فيها اليد بشكل عادي جدا، مش بتتحسب هاندبول ولا اي حاجه. هي كره القدم الامريكيه اللي طبعا ليها اسلوب خاص جدا في طرق اللعب والمنافسه، وده اللي اكيد هنتعرف عليه مع كابتن شادي القدري مدرب كره القدم الامريكيه، وكمان اسلام محمد لاعب كره القدم الامريكيه. صباح الفل عليكم منورنا يا اخي. صعب الواحد يعرف مين فيكم المدرب ومين اللاعب، شبه بعض جدا ونفس المرحله السنيه. نفس المرحله مش كده برضو؟ طيب خلينا نبتدي معاك انت كابتن شادي. طبعا بعد الترحيب بحضرتك منورنا انت واسلام. الرياضه دي مختلفه الى حد كبير، وبرضو نقدر نقول ان هي الى حد كبير مش منتشره قوي في مصر كما ينبغي. هل دي حقيقه ولا لا؟ ولو فليه ده حاصل؟ يعني هي انتشارها ممكن ما يبقاش زي رياضات تانية زي الكورة والباسكت والهاندبول والحاجات دي تانية، لكن هي انتشارها بدأ يزيد بكتير جدا من لو هنحسب من أول ما بدأت خالص. بدأنا في الأول كنا 5 فرق، حاليا دلوقتي بقينا 8 فرق. كنا في الأول ولاد بس، بقى البنات كمان دخلت في الموضوع، بقى في فرق بنات، فبقى في 8 فرق ولاد و8 فرق بنات. هي طبعا حاجة مختلفة جديدة طبعا على بالنسبة لنا هنا، سواء بقى في مصر أو في أفريقيا أو الشرق الأوسط. فهي جديدة لكن هي في مراحل تطور كبير جدا من ناحية عدد اللعيبة، عدد كمان الناس اللي بتدخل ككوتشز أو كناس بتدير اللعبة هنا في مصر، فانتشارها بيزيد سنة عن سنة. وليها اتحاد موجود في مصر ولا لسه ما وصلتوش للمرحلة؟ لا احنا في المراحل دلوقتي لتكوين اتحاد، لكن احنا حاليا دلوقتي بنلعب تحت الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية اللي هو إفاف. ده الائتلاف اللي بيدير اللعبة هنا في مصر، تحديد 8 فرق الولاد والبنات. ده احنا كلنا، ده هو الجوفرنينج بودي اللي موجود، اللي بيدير اللعبة، هو اللي بينظم البطولات، هو اللي بيدير كل حاجة ليها علاقة باللعبة هنا في مصر. بقى كمان دلوقتي في مصر بقى في كيان خارج مصر، كيان دولي، بقى في عضو في، احنا مصر دلوقتي حاليا عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية الايفاف، في 5 أعضاء في الاتحاد الافريقي، وبقى لينا صوت كمان بره، مش في مصر بس، لا لينا صوت بره يعني. في بطولات دوليه كمان بتتعمل، في ان شاء الله المفروض في 2022. يعني في الفتره الاخيره كمان بقينا نشوف مدارس، وخصوصا المدارس الدوليه، اكيد بقت الرياضه دي بتمارس في المدارس دي بشكل ملحوظ، وليهم فرق وليهم اظن دوريات كمان زي دوري المدارس. في، هي لسه طبعا دي خطه برضو تانية احنا بنحاول ان احنا نوصل لها برضو، اللي احنا نوصل للفئه العمريه اللي هم في المدارس، ان هي اللعبه دي تبقى موجوده مش بس للسن الكبير. احنا عندنا بيبقى من اول 18 سنه اللي ممكن يلعب اللعبه، تحت السن ده ما بيلعبش اللعبه. فاحنا بنحاول نوصل برضو للفئه العمريه دي بالذات، كمان زي ما حضرتك قلت في المدارس اللي هي الانترناشونال، اللي هي ممكن يبقى عندها الفكر ده، يبقى اكتر عايزين ينفذوه زي بره، فبحيث ان احنا نعمل اكاديميات للسن اللي تحت ال 18 سنه. فدي برضو حاجه احنا عايزين نبتدي ندخل فيها، وفي برضو دلوقتي اجراءات ان احنا ندخل نعمل اكاديميات للفئه العمريه الاقل من 18 سنه. تمام. باختلاف بسيط في طريقه اللعب طبعا. حلو. نروح بقى لكابتن اسلام وسر اختيارك للرياضه دي بالتحديد وللعبه دي بالذات. يعني ما فكرتش ليه كره القدم التقليديه الكلاسيكيه اللي ليها شعبيه واسعه جدا في العالم كله؟ انا في الاول لعبت كوره بس، وده وانا صغير كنت عادي بقى في المدرسه، ولعبت شويه في اكاديميه النادي الاهلي. بس لما كبرت لعبه الامريكان فوتبول بالافلام وكل حاجه بتشد الواحد، هي بتشد الواحد ليه؟ هي اكبر فرقه جماعيه في العالم، فرقه ممكن تبقى من اكتر من 60 لعيب. الواحد محتاج ده، محتاج روح الفرقه، محتاج الكلام ده، غير ان هي طبعا بتساعدنا في حاجات كتيره قوي، في الفيتنس، في الكونديشننج بتاعنا، في كل حاجه بتزيد. في اللعبه حماسيه، دي اكتر حاجه في اللعبه، ان احنا بنكسب ياردز، دي لوحدها بتخلي الواحد يهايب كده في الملعب بطريقه مش طبيعيه. زي كوره خالص. خلي بالك ساعات الجزء الحماسي اللي في اللعبه دي ساعات بيوصل لمراحل، بقى ساعات بتشوف مطحنه في الملعب، يعني فيها فرصه كبيره للاحتكاك، وان يبقى فيه مشادات بين اللعيبه. يعني ده بيبقى ممكن حماس زياده من اللعيبه، بس ده يعني ما حصلش هنا في مصر، ما حصلش خناقات قبل كده خالص في مصر، غير ان هو ايه، هي لعبه فيها تلاحم بس مش اكتر. فهو الناس واخده فكره ان هي فيها ضرب، فيها الكلام ده، لا بس هي خالص هي محتاجه لوحده مش اي تلاحم يا اكسلانس، ده حدوته كبير. الحاجه اللي احنا بنحاول نغيرها في عند تفكير الناس، يعني انت اي حد هتشوفه يسمع الامريكان فوتبول على طول هيجي في دماغه على طول ده مثلا الجزء التلاحم اللي موجود ده بالظبط، حتى ان هي تخلي اولادها يلعبوها. لكن هي لعبه مختلفه عن كده تماما، هي اي رياضه هتلعبها بشكل عام هيبقى في نوع من التلاحم او من الكونتاكت اللي موجود.
لكن هي اللعبه دي مش زي ما الناس تبقى متوقعه او شايفه من هنا، لا هي فيها استراتيجي بشكل كبير جدا، فيها تاكتكس، فيها مذاكره، في امتحانات بيتعمل لهم برضه امتحانات قبل خطط معينه قبل الماتشات وكده، في امتحانات، فهي فيها استراتيجي تفكير بشكل كبير جدا. ازاي تقدر احنا مثلا حتى حته التاكلينج دي احنا بنتمرن ازاي تعمل تاكل، ازاي توقع حد، وفي نفس الوقت بتتمرن ازاي تقع. بالمناسبه كابتن شادي، انت شخصيا مارست الرياضه ولا كنت دارس ليها اكاديميا فبالتالي بقيت مدرب؟ لا انا مارستها الاول، قعدت العب من اول تقريبا من 2011 وانا بلعب اللعبه. هي جت بقى في موسم معين كده كان محتاجين ان احنا دايما على طول بنجيب كوتشز من بره، ده طبعا عشان يعلي من النوليدج والمفاهيم اللعبه اكتر عندنا. فالموسم ده او السيزون ده ما قدرناش ان احنا نجيب حد من بره، فكان لازم حد يسيب بس الاتجاه الممارسه نفسها ويركز اكتر. ما كانتش خطوه صعبه حبتين بالنسبه لك؟ ما كانش صعبان عليك؟ صعبه يعني. جدا عليا طبعا، ولغايه دلوقتي الواحد لما بيروح ويشوف ناس نازله الملعب بيبقى نفسه اللي هو برده يلبس الباد والهلمت وينزل، بس كانت حاجه لازم تتعمل ان هو يبقى في حد مسؤول في حته ال. طب بالنسبه لك انت كابتن اسلام، يعني ايه الصعوبات عموما اللي قابلتك في ممارستك للرياضه دي وفي المباريات اللي انت خضتها؟ طبعا اول حاجه كان اهلي ان انا اقنعهم ان انا العب اللعبه بسبب ان هم فاكرينها ان انا رايح اتصاب وارجع. بعد كده هم دلوقتي اكتر ناس بيشجعوني ان انا العب اللعبه دي والله. اول ما اروح من الماتش طب عملت ايه، ويكلموني على طول بعد الماتش كسبته ولا خسرته، ويزعلوا لو خسرنا. بس غير كده لا، اصعب حاجه كانت بتبقى طبعا اللي هو انت اول ماتش ليك، دي كانت من اصعب الحاجات اللي انت نازل، رهبه الماتش، رهبه الكلام ده كله، تغيير الفرقه. انا لعبت في ثلاث فرق بس، يعني طبعا ما فيش غير كايرو بيرز الصراحه وكوتش شادي علمنا كل حاجه والله في اللعبه دي. فدي كانت من اصعب الحاجات ان انت تغير الفرقه وان انت تنافس في البوزيشن بتاعك عشان تعرف تنزل. دي كانت من اصعب الحاجات اللي الواحد بيقابلها. بيبقى لك نظام غذائي معين؟ هل في وزن معين ما ينفعش تزيد او تقل عنه؟ وبرضه نوع التدريبات ايه في الرياضه دي؟ هي اللعبه بتاعت جميع الاجسام، عشان احنا في من الريسيفرز بتحتاج الناس اللي هي بتعرف تجري السريعه، لللايمن الناس اللي هو اللي تبقى مليانه وثابته في الارض. الناس دي يعني اللعبه دي قصدي بتبقى بتحتاج كل الاجسام، فمالهاش وزن معين. ان في حد ادنى من القوه لازم تكون متوفره في اللاعبين، يعني ما خدتش بالي من موضوع فعلا السرعه في الجري. فهي دي لعبه بتحتاج كل الاجسام وبتحتاج جميع يعني انا ليا مكان معاكم في الفريق ان شاء الله. نورنا والله، وهشرفك يا كابتن اقسم بالله، ولو على الجري اسرع واحد هتلاقيه بيفلق في ارضيتنا. على فكره عندنا ناس 30 و40 سنه عندنا بيلعبوا والله. من اول يعني احنا عندنا في ناس 18 و19 وعشرينات، وفي ناس 35 و40 سنه بيلعبوا معانا وبيتمرنوا. والفرق النسائيه اخبارها ايه؟ كويسين، حلو جدا يعني، شغل كويس يعني، كويس قوي. هي طبعا هم بيلعبوا بطريقه مختلفه شويه عن الولاد. يعني هو الفوتبول عامه الامريكان فوتبول متقسمه لجزئين، التاكل فوتبول اللي هي بيبقى اللي احنا بنشوفهم اللي لابسين الهلمت والباد والهيدي كلها، ده جزء من اللعبه. في جزء تاني اسمه الفلاج فوتبول. الفلاج فوتبول ده بيبقى نفس فكرة اللعبة، نفس كل حاجة، لكن بدل ما ان هي البلاي تقف او الهجمة تقف لما بيقع على الارض، بيبقوا لابسين علم على الوسط، على وسطهم من هنا. العلم ده لما يتشد البلاي بتقف، فهي ما فيهاش نفس الالتحام اللي موجود برضو في التاكل فوتبول. فهم البنات بيلعبوا فلاج فوتبول، وفي نفس الوقت ده الاتجاه برضو ان احنا الاكاديميات اللي نعملها للاطفال الصغيرة برضو ان هم يكونوا بيلعبوا اللعبة دي بالفلاج فوتبول. هي الميزه كمان بيبقى اللي موجوده فيها ان احنا عندنا مثلا لما حد بيجي لنا هو مش بس بيلعب رياضه جديده وخلاص، يعني احنا عندنا في ناس بتيجي يا اما كانت بتلعب رياضه قبل كده وما عرفتش انها تكمل في الرياضه اللي هي كانت بتلعبها، سواء بقى كوره او هاند بول مثلا في حاله اسلام، او ناس ما كانتش بتلعب رياضه خالص، ما كانتش في اي رياضه هي بتمارسها، فبيجي يلعب بقى رياضه جديده. فانت مش بس بتعلمه لعبه جديده، لا انت بتعلمه ازاي يبقى رياضي، ازاي يبقى اثليت. هتسال ناس كتير قوي لعبه اللعبه دي فادتها مش بس جوه الملعب، لا بره الملعب، سواء في ازاي يبقى ملتزم، ازاي يبقى مجتهد، وازاي يظبط مواعيده. عشان انت طبعا بيبقى اللعبه محتاجه وقت، تظبط تمارينك وتيجي التمرين، حياتك الاجتماعيه والدراسه ووقتك مع العيله برضو، محتاج ان انت تظبط تدي لكل حاجه من دول وقتهم. وانت بالمناسبه كابتن اسلام في التفصيله الاخيره دي مظبط امورك ازاي ما بين انت بتدرس حاليا؟ انا خلصت ولا خلصت دراسه؟ الحمد لله. بتعمل ايه بقى حاليا؟ بتشتغل؟ انا دلوقتي سيرتيفايد اثليت نيوتريشن،
وبمرن في كايرو بيرز دلوقتي، بمرن الفيتنس والكونديشننج والرننج باكس اللي هو البوزيشن بتاعي. وبمرن في البنات الكونديشننج والفيتنس برضه. بس كان في الاول فكره تظبيط الوقت صعبه، وبالذات في البيرز اهم حاجه عندنا الوقت. عندنا الوقت اهم حاجه. واضح من ضحك يعني من ضحكك، وده واضح انه ضاغط عليك في الحته دي اكيد كابتن شادي. عندنا الدقيقه معادك بالدقيقه، تيجي قبل التمرين لازم بالدقيقه تبقى جاهز تنزل الملعب، كله ماشي بنظام اللي هو ايه، ما ينفعش تفكر تغلط. أوكي. يعني دي اهم حاجه كانت في البيرز، ومن اصعب الحاجات اللي عودت عليها بسرعه في يعني. طب انت الفتره اللي كان فيها توقف، انت برضه توقفتوا بنتيجه اكيد فيروس كورونا، كنت بتحافظ على لياقتك ازاي؟ ايه نوع التمارين؟ يعني في رياضات معينه لما الواحد الظروف القدريه بتضطر ان هو يعني يتوقف عن التمرين، او بتوع الكوره هينطقوا وهيعملوا شويه تمرينات معينه، اطاله، استرتشات بتاع، انتوا ايه يعني كنت بتعمل ايه في الفتره دي؟ انا كنت بحاول على قد ما اقدر اظبط الفيتنس بتاعي، ان انا اتمرن في البيت او انزل اجري، او حتى لو على السلم. يعني انا ساعات كنت بنزل اطلع على السلم كده نص ساعه بتمرن على السلم. جيراني اشتكوا من دي حقيقه. بس فدي كانت من اصعب الحاجات، ان احنا نحافظ على الفيتنس بتاعنا واحنا لسه راجعين تمرين بلناش كتير. فدي كانت من اصعب الحاجات، ان انت لازم ترجع بقى الفيتنس بتاعك على طول، عشان اهم حاجه عندنا في التمرين الكونديشننج. مفيش مره ماتش من الماتشات اللي انت كنت يعني بتلعب فيها يعني حصل موقف معين، حصلت الالتحام زاد عن حده، يعني ذكرى ما تتنسيش في واحده من المباريات؟ والله هو في ذكرى بس تعيسه خالص، كان في ماتش تايجرز السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت، كان هو السيمي فاينل بتاعنا. اوكي. هي دي كانت من اصعب اللحظات اللي عدت علينا، كنا ماتش من احلى الماتشات اللي لعبناهم، بس ربنا ما وفقش ان احنا نكسبه. بس هو كان دي كانت من اصعب الماتشات اللي حصلت معانا، وحصل فيها مواقف كتير جوه الماتش فاهم، كان فيها تحس ان كان فيها شويه ظلم تحكيمي، بس يعني ايه ده عشان احنا خسرنا. فكنا بنقول يعني النوع ده من الامور وارد، يعني مفيش لاعب في اي رياضه ما تعرضش ولو لمره لظلم تحكيمي، وممكن يبقى هو اللي بيخيله يعني فاهم. على فكره كمان التحكيم هنا في مصر هو يعني احنا الفوتبول عامه في مصر، هي حاليا دلوقتي احنا بنقول فوتبول كوميونتي، احنا كل الناس اللي انفولف في اللعبه نتكلم من حوالي 1000 ل 500 واحد، من 1000 ل 1500 واحد. ده بقى من لعيبه، مدربين، الحكام برضو اللي موجودين، الرفس اللي هم بيحكموا دول لعيبه اصلا، يعني منهم لعيبه ومنهم ناس خلاص تخصصت سابوا اللعب وتخصصوا في التحكيم. ناس بقى مديرين هم اللي بيديروا ازاي ينظموا الدوري نفسه. عندنا الدوري موجود من اول 2014 لغايه 2020، والدوري كل سنه بيتعمل. الائتلاف اللي احنا بنلعب تحتيه هو اللي بينظمه، يعني بمشاركه كل الفرق. فهي الكوميونتي كلها على بعض، احنا بنتكلم فيه 1000 ل 1500 واحد هو اللي مشترك ان هو يقوم اللعبه دي في مصر، عشان احنا طبعا كل حاجه احنا اللي يعني بنوفرها من ناحيه مدربين من بره او لعيبه من بره عشان تعلي من مستوى اللعب في مصر. اتلعبت ماتشات دوليه كمان، كان لسه اقرب واحده في 2018 تقريبا، كان قدام الامارات، فرقه من الامارات، كل اللعيبه اللي موجوده في الامارات وصاد كل اللعيبه هنا في مصر، احسن لعيبه يعني، واتلعبت هنا في مصر واتعمل بشكل تنظيمي حلو جدا، الحمد لله كسبنا. فيعني حتى بقى في اتجاه دولي كمان ما بين سواء بقى في افريقيا او الشرق الاوسط، وحتى ان شاء الله ممكن في 2022 اللي هي بطوله العالم للفلاج فوتبول مصر يكون ليها مكان فيها، لسه فيها تظبيط حاجات تتعمل، بس ده برضو اتجاه. كابتن اسلام، طموحاتك ايه بقى في الرياضه دي؟ عايز تعمل ايه وعايز تحقق ايه؟ وبالمناسبه واحنا بنتكلم في فوتج اهو احنا شايفينه، كره القدم الامريكيه موجوده في ملاعب مصر. ما بتبقاش متضايق يا كابتن اسلام من ان الاهتمام الاكبر رايح لكره القدم على حساب الرياضه اللي انت بتمارسها؟ طبيعي الواحد متضايق ان هو عايز يبقى ايه معروف، ان اللعبه معروفه الكلام ده كله، بس الحمد لله اللعبه ابتدت تتعرف، وبقى في اكتر فعلا من 1000 لعيب ولاعيبه دلوقتي في مصر، والحمد لله الناس ابتدت تعرف ان في امريكان فوتبول في مصر، دي اهم حاجه. بس الواحد نفسه ايه الناس تهتم بيها شويه اكتر، الناس تبطل فكره ان هي ايه لا في لعبه خطر، اللعبه دي من اكتر اللعب اللي فيها القوانين في العالم. على فكره يعني دي فرصه كويسه ان احنا برضو ايه يعني نطلب منك ان انت وانت شخص اهو بتمارس الرياضه بالفعل ولعيب مميز ومحترف، يعني تقول ايه للاهالي او لاولياء الامور اللي عندهم اطفال معجبين بالرياضه دي، بس الاهل نفسهم قلقانين نظرا للتفصيله اللي كنا بنتكلم فيها، فكره التلاحم والنوع ده من الامور، تقول لهم ايه؟
اقول لهم يسيبوهم يجربوا، اصل اللعبه هو مش هو واخد فكره عنها بسبب مثلا ايه الافلام الاجنبي والكلام ده كله، بس هو لو سابوا ده الجانب اللي احنا بنشوفه الحقيقه اكتر في الافلام لو هنتكلم على السينما يعني. فبنشوف الجانب ده بشكل يقلق في بعض الاحيان لو انا ولي امر وابني حابب يلعب الرياضه دي. بس هي بدايه اللعبه ان هو مش هيبتدي بقى ايه يتخبط على طول، لا هو بياخد ازاي فعلا زي ما كابتن شادي قال ازاي يتخبط ازاي يقع ازاي الكلام ده كله. فكره الاصابات والخبط اللي عندنا لا مش موجوده. انتوا كمان غير الهلمتس اللي بتتلبس اظن في حاجه زي في شولدر باد على الكتاف كده محمي بشكل كبير جدا. الراس الراس كلها محميه، الكتاف من والصدر ومن هنا وكل الكلام ده كله، حتى الرجلين البانتس نفسه بتلبسه بيبقى من هنا. غير كده كمان احنا بالنسبه للاطفال مثلا حضرتك ذكرت الاطفال، الاطفال مش هيكونوا بيلعبوا بالشكل ده، بيلعبوا بحاجه الالتحام اللي فيها زي بالظبط لو الابن او البنت راح تلعب كوره راح تلعب الالتحام اللي هو الطبيعي اللي موجود من هنا. من ضمن بس يعني عايز ازود حاجه بس على اسلام، ان هي ان انت مش بس بتروح بتتمرن، لا انت بتعلم الولد او البنت من الاول خالص ازاي يبقى رياضي ازاي يبقى اتليت، مش بس ان انت بتلعب رياضه، لا ازاي تبقى بتدي الحاجه الاهتمام بتاعها، ازاي تبقى مواظب على كل حاجه، ازاي تبقى مطلوب منك حاجه ازاي تنفذها. واللعبه فيها حته مايند سيت كبير جدا، ان انت ازاي هتقابل المواجهات او الصعوبات اللي هتقابلك هتقابلها ازاي. فبيبقى بروجرام كامل مش بس رياضي، لا بروجرام كامل للطفل او حتى اللي هم الشباب ازاي ان هم يطلعوا يكونوا بيلعبوا رياضه وفي نفس الوقت الرياضه دي تاثر عليهم في حياتهم من بره، يتعلموا في حاجه من بره كمان. طب انا عايز اروح معاك يا كابتن اسلام لقوانين الرياضه دي، يعني الهدف او الجول بيتقال جول ولا هدف؟ لا بيتقال تاتش داون. تاتش داون تاتش داون ولا دي ولا دي يعني؟ اه ولا دي ولا دي. طب بيتحسب ازاي؟ يعني هل لازم الكوره تدخل في المكان او المسافه اللي ما بين العرضتين اللي بنشوفهم؟ هي دي طريقه للبوينتس، بس التاتش داون بتتحسب ازاي؟ انك توصل لاخر الملعب من ناحيه الفرقه اللي هي من ناحيه الديفنس بتاع الفرقه الثانيه. بيبقى اخر الخط في الملعب ده انت لما بتعديه ده بيتحسب التاتش داون بستة. طب امتى الفاول بيتحسب؟ لان احنا بنشوف اللاعب من دور وهو ماسك الكوره وطالع مفلق جري عايز يوصل للنقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، بيتعرض في حوادث بتحصل تقريبا، تلاقي واحد دخل فيه زي القطر يعني. الفاول بيتحسب ازاي؟ يعني هي اللعبه دي ممكن يكون فيها اكتر الفاولز او اللي هي بيبقى في اللعبه دي اسمها بنالتيز برضو، بيبقى هي موجوده بشكل كبير جدا عشان تحمي اللي معاه كوره وتحمي اللي معهوش الكوره الاثنين دول، فدول اللي موجودين من هنا. ليها قوانين كتير جدا لكن لو اشرح اللعبه بشكل مبسط يعني كده سريعا طبعا. ان هو الملعب نفسه بيبقى قد زي ملعب الكوره تقريبا، متقسم 100 يارده بس مش نفس المساحه ولا نفس المساحه تقريبا بالزبط. تقريبا أوكي. تقريبا من هنا هو الملعب بيبقى متقسم 100 يارده 10 20 30 لغايه 100 أوكي. هو هدفك زي ما اسلام قال انت بتحاول توصل لغايه اخر الملعب، بتعمل كده يا اما انت بتحذف الكوره او بتحذف الكوره وحد يمسكها او بتدي الكوره لواحد ويجري بيها. الفكره كلها ان انت بيبقى ليك اربع فرص او اربع هجمات، والهجمه هنا مختلفه شويه عن الكوره، الهجمه بتقف يعني بعد ما اللعيب بيقع على الارض او الفلاج العالم ده بيتشد الهجمه بتقف وبتبتدي هجمه تانية جديده. بيبقى ليك اربع هجمات عشان تعدي اقل حاجه 10 يارده، لو في خلال الاربع فرص دول ما عرفتش تعدي ال 10 يارده بتدي الكوره للفريق الثاني يهاجم هو، وهي مختلفه برده عن الكوره شويه ان الكوره ال 11 هم اللي بيهاجموا هم اللي بيدافعوا، لا في اللعبه هنا احنا الفريق بنبقى حوالي 60 ل 65 واحد، 11 بيدافعوا لما يبقى مش معانا الكوره، لما الكوره تبقى معانا ال 11 دول بيطلعوا بينزل مكانهم 11 تانيين هم اللي بيهاجموا. اوكي. فهي مختلفه شويه. مختلفه كتير بالشويه اللي انت بتقوله ده، اختلاف جذري الحقيقه يعني. بعدين يعني فكره لما بتشوف مثلا حد من فريق منافس بيجري ورا كابتن اسلام مثلا عشان يعرقله ويمنعه من الوصول للنقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها. بالمعنى الحرفي والله العظيم بحس ان في حادثه حصلت. بس هي مش حادثه. لو دي مش فاول يعني فاول يعني لازم يغز الفريق. لا 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 مش لا هي بيبقى في طرق معينه ازاي في قوانين معينه ازاي توقع اللي قدامك او الطريقه اللي هتدخل بيها، ما ينفعش تستخدم راسك خالص، دي ليها يعني فاول كبير جدا. ما ينفعش تستخدم رجلك، ما ينفعش كعب حد، ما ينفعش تغزه كده كده ما ينفعش. والله ربنا يسترها عليك يا عم اسلام وان شاء الله تنورنا ونسعد بوجودك مره ثانيه ان شاء الله، وانت محقق بقى بطولات وانجازات اكبر كمان بكتير. بشكرك على وجودك معانا كابتن شادي، نورتنا. بشكرك شكرا جزيلا. هي عندي تفاصيل كتير بس احنا للاسف محكومين بمده زمنيه معينه. بشكركم شكرا جزيلا نورتونا، واسمحوا لنا نطلع فاصل ثم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.